خلوني في البداية أرحب بضيفي اللي بينورني في استوديو باب نور، فضيلة الشيخ عبد الأزهري من كبار علماء الأزهر الشريف. كل عام وحياتك بخير يا مولانا. حضرتك بخير يا دكتور. أهلا وسهلا. ربنا يبارك عمرك يا رب. آمين يا رب جميعا إن شاء الله. مولانا، كل الناس اللي بتسمع هيقولوا إحنا فجأة كنا بنتكلم وبنهني بعض على شهر رجب، فجأة إحنا داخلين المفروض بكرة أو بعده شهر شعبان، نبدأ نعمل إيه؟ أو اللي فاته شهر رجب يبدأ يعمل إيه؟ هو الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هو يمكن مش بس يعني هنينا بعض بشهر رجب، ده في قصة جميلة جدا. لما سيدنا نوح اتسأل، سيدنا نوح عاش نبي في قومه 950 سنة، فجاءهم الطوفان، وبعدين عاش بعد كده يعني عاش أكثر من 1000 عام. فلما سئل عن الدنيا كيف وجدت الدنيا، قال كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. بعد 950 سنة، ألف، أكثر من 1000 سنة ده هو. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فجاءهم الطوفان. دي مرحلة أصلا، مش دي كل حياة سيدنا نوح. بعد ما جاءهم الطوفان عاش تاني، وكانت ذرية البني آدمين بعد كده كلها من ذرية سيدنا نوح، فعاش كتير بعد كده. فلما علم أن هناك أمة من الأمم أعمارهم ما بين 60 و70، قال إيه؟ كنت قضيتها في سجدة واحدة. هي كده الحياة بتمر سريعا. وهو حقيقي، هو حقيقي. احنا كنا لسه في رمضان اللي فات. صحيح. وقت بيدي وإحنا بنقعد نفتكر حاجات من 10 سنين نحس إن هي كانت لسه حصلت امبارح. صح. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا جاء يعني في قيام الساعة، يعني لما ربنا يسألهم قالوا ما لبثنا إلا ساعة من نهار. ده هم عاشوا مئات آلاف السنين بقى في القبر، الحياة دي كلها عادت عليهم قد إيه؟ ده ساعة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فالحياة يعني سريعة جدا، بتعدي بسرعة جدا. ولذلك الإسلام اهتم اهتمام بالغ بمواسم الطاعات. ومش بس كده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس اجتهادا، كان يقف من الليل حتى تتورم قدماه. يعني أحد الصحابة يجي النبي صلى الله عليه وسلم فلقى بيصلي بالليل كده في المسجد، فقال لما صلى ركعتين مع مين؟ مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبدأ الرسول بسورة البقرة، فقال يعني يختم عند 100، يقرأ 100 آية. 100 آية كتير، احنا داخلين على جزء. وبعدين يركع، فالرسول صلى الله عليه وسلم كمل سورة البقرة وبدأ في سورة النساء، فقال يخلص سورة النساء ويركع، فبدأ في سورة آل عمران، صلى تقريبا 5 أجزاء في ركعة واحدة، ثم ركع نحو ذلك. شوف الفترة اللي قاعد يقرأ فيها كتير جدا، ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان كتير جدا، ثم سجد نحو ذلك. السيدة عائشة بتقول فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه قد قبض. طب ده محتاج اجتهاد أصلا؟ يعني قد غفر له. فين احنا في الكلام ده يا مولانا؟ ما احنا لازم، مين قدوتنا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول نخطف العصر ونخطف الظهر ونخطف ونجمع، يعني لسه وانا جاي في الطريق جالي اتصال في استفتاء، هو ينفع عشان ظروف البرد دي نجمع كل صلاتين مع بعض؟ قلت لهم يا جماعه البرد اللي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، المطر الشديد، الشوارع طين، وهم كانوا بيسجدوا في الطين، ما كانش فيه فرش في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع جبهته في الطين صلى الله عليه وسلم. ما كانش عندهم الرفاهيه اللي عندنا، انما احنا عندنا سخان وسخن وبارد، وعندنا دفايات، وعندنا لبس بنقدر نتقل زي ما احنا عايزين، وبنصل الى الرخصه ازاي اجمع الصلاتين مع بعض. فدي مشكلة كبيرة جدا في اتباعنا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقى شهر شعبان كان ليه خصيصة شوية، يعني مختلف بقى عن بقية الشهور كلها. جميل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيديله اهتمام أكبر من أي شهر آخر. الله. وخلي بالك ولفت انتباهنا للفتة يعني جميلة. شهر رجب اللي خلاص احنا يعني خلاص في بنودعه، شهر من الأشهر الحرم، وهو شهر من الأشهر الحرم المنفردة. عندنا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 3 شهور متواليات جنب بعض، إنما شهر رجب شهر وحيد كده. وكان العرب يعطون شهر رجب يعني حرمة كبيرة جدا، فجاء الإسلام فأقر هذه الحرمة، فالصحابة كانوا يقدسوا شهر رجب. وعندنا شهر رمضان فيه ركن من أركان الإسلام طبعا اللي هو الصوم، صوم رمضان إن شاء الله. فالرسول كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. وده سؤال مهم،
كتير من الناس تقول انا عايز اصوم في شعبان صيام نوافل، وفي ناس بتقول لا انا مش هصوم النوافل غير لما اعوض كل الايام اللي عليا حتى في السنين اللي فاتت، وده للسيدات وللنساء بصفه عامه. فهل النهارده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصوم النوافل في شهر شعبان كانوا زوجاته رضي الله عنهن وارضاهن كانوا بيتعاملوا ازاي مع شهر شعبان؟ ما هو شهر شعبان كانت السيده عائشه رضي الله عنها تترك الايام التي عليها في رمضان لتقضيها في شهر شعبان.